I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Yes, I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. على ما يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش حالة من القلق والمخاوف مما يسميه مراقبون انتقام الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الفترة الممتدة إلى تاريخ تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل. ويكشف أحد مستشاري نتنياهو عن مخاوف من دخول إسرائيل مرحلة حرجة، مشيرا إلى الفترة حتى تنصيب الرئيس ترامب بعد نحو شهرين، والتي يعد فيها بايدن رئيس كل شيء في الولايات المتحدة ولديه القدرة على فعل ما يريد. ويضيف أن على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار احتمال أن يستغل بايدن هذه الفترة لتصفية الحسابات مع نتنياهو حسب تعبيره. نتنياهو الذي وضع كل الأوراق مقدما لفوز ترامب في الانتخابات باعتباره خياره المفضل، يعتقد أنه سيكون أكثر انسجاما مع ترامب مقارنة بالإدارة الديمقراطية التي احتقرته وأرادت إسقاطه حسب قوله. وقد تشهد الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة الضغوط على نتنياهو للتوصل إلى صفقة وتنازلات مثل الانسحاب من محور فيلادلفيا وتعزيز التسوية الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ومحاولات إنهاء الحرب في قطاع غزة التي يخشاها نتنياهو بشدة. ولعل هذا القلق له ما يبرره، فقد اتخذ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قراراً في 23 ديسمبر عام 2016 قبيل تسليم السلطة إلى خلفه حينها دونالد ترامب يمنع استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، ما سمح بتمرير قرار ضد المستوطنات الإسرائيلية ما أدى إلى تعقيدات قانونية لإسرائيل. لكن نتنياهو من جهة أخرى متفائل بالتوصل إلى تعاون كامل مع ترامب وإدارته فيما يتعلق بما يعرف باليوم التالي. وإلى ذلك الحين يعتقد الكثير من المراقبين أن على إسرائيل الإبحار في بحر هائج إلى حد ما خلال هذين الشهرين، بل إن هناك من يرى أن هذا التفاؤل بفوز ترامب قد يكون سابقا لأوانه بسبب شخصية ترامب الغامضة والمتقلبة، وهو ما سيتضح أكثر بعد أن يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية ويبدأ رسميا مهامه بصفته الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية.